مرحبا بكم متابعين إليت كلوك مان في مقطع جديد على القناة. كما تعلمون أن دوم ستوديو قام بتصدير الحلقة 22، وكانت الحلقة مليئة بل إصرار مثل ما سبب هذا الطاقة التي خلت رجل الكاميرا سريعا جدا. وما هذا المراحيض الجديدة المتطورة؟ كل هذا وأكثر سنتكلم عليه في هذا المقطع. لكن قبل أن بدأ المقطع، هناك نسبة كبيرة من المشاهدين ليسوا بمشتركين. أتمنى أن تشترك في هذا القناة لأني أقدر تعب جدا عميق. وأخيرا لايك للفيديو، وهيا بنا نبدأ المقطع على بركة الله. تبدأ الحلقة وذلك برؤية أجهزة مختبر، وكان بينهم زر أحمر، وينتقل إلينا المشهد ونرى معركة طاحنة بين رجال الكاميرات والمراحيض. الانفجار ينمو في كل أنحاء المنطقة، ويرجع إلينا المشهد إلى أزرار المختبر، ويرجع إلينا المشهد ونرى مرحاض متطور كان يحتوي على إسلاح رصاص وكان يطلق على رجال الكاميرات. وبعدها نرى مرحاض قام بإطلاق السائل الحمضي على أحد رجال الكاميرات، ونرى بعدها قفز أحد رجال الكاميرات من الانفجار، ونرى رجل كاميرا أعرج كان يتمشي نحو الأمام. وبعدها ينتقل إلينا المشهد فوق ونرى سكلا خشب وكانوا عليها رجال كاميرات مسلحين، ونرى انضراب اليزر والصواريخ والرصاص والانفجارات تملي المنطقة، ونرى أحد رجال الإسبيكر كان يتحارب مع مرحاض سترو بقتال الكونغ فو. وبعدها حاول رجل كاميرا التسجيل الهبوط إلى الأرض، وبعدها نرى أحد المراحيض الطائرة قام بإطلاق دفعة على دبابة اليزر الذي رأيناها في الحلقة 16 وتفجرت. وبعدها نرى أحد ما قام بطعن رجل كاميرا التسجيل برجل عنكبوت، وعندما تستدار الكاميرا إلى الوراء نرى مرحاض برجل عنكبوت وكانت عينه بيضاء، ويعني أن هذا المرحاض قوي جدا، لكن يتم إصابة بمسمار على راسه. وبعدها تستدار الكاميرا إلى أحد رجال الحفارات كان متعلق بحبل وكان يحمل مسدس مسامير، وقام بإطلاق مسمار على رأسه وتفجر رأسه. وبعدها نرى أحد رجال الكاميرات كان ينظر إلى الوراء، ونرى قدوم طائرة رجال الحفارات كانت ترمي على المراحيض الرصاص من تفجره. وبعدها نرى سقوط منها أحد عملاء الحفارة منها، وهجموا بعض المراحيض عليه لكن يصدتهم عن طريق الحفارات المتلصقة بظهرة قام بقتل المراحيض عن طريقهن. وينتقل إلينا المشهد ونرى رجل الإسبيكر المظلم كان ينظر إلى الأمام وهجموا مراحيض عليه، لكن يأتي أحد عملاء الحفارات الذي كان يتحول إلى كرة مسمارية ويقضي على المراحيض. ولو تتذكرون أن هذا المشهد نفس المشهد الذي ظهر في الحلقة 15 عندما أتوا مراحيض إلى كاميرا التسجيل، أتى رجل الحفارة الذي يتحول كرة قام بقتلهم، وانظروا أنهم نفوا المراحيض، هل هم عادوا إلى الحياة مجدداً؟ وقام رجل الحفارة برفع إصبعه نحو رجل الإسبيكر المظلم، وبعدها نرى رجال حفارات، وكان أحدهم يحمل رجل كاميرا، وانظروا، كان أحد رجال الحفارات، كان يحاول إرجاع نبضات قلب أحد رجال الكاميرات. وينتقل إلينا المشهد، اثنين من رجال الحفارات كانوا يتصارعوا مع مرحاض، قام أحدهم لكمه على وجهه، وثاني قام بإسقاط المرحاض من السكله. ونرى رجل الإسبيكر المظلم مع رجل حفارة ورجل كاميرا كانوا يركضون نحو الإمام، ونرى بعدها عاد تنازلي كان الوقت وتبقى دقيقتين إلى شيء يتفجر أو شيء آخر. وبعدها نرى ظهور سحابة سوداء، ونرى خروج مرحاض برأس أبيض إلى مرحاض ضخم. عندما تستدار الكاميرا فوق نرى مرحاض بوجه أبيض كان يتلفت وراء العملاء وقام بشفطهم عن طريق فمه، وكانوا العملاء يدخلون إلى فمه. ونرى رجل الإسبيكر المظلم قام بتشبك عن طريق العمود، وقام المرحاض بصيد رجال الكاميرات الذي حاول الهروب وقام بدخلهم إلى آلة تقطيع أو ما شابه ذلك، وشفط المرحاض العديد من رجال الكاميرات، وقد فقد توازنه رجل الإسبيكر المظلم وحاول شفطه، لكن تظهر إيد عملاقة قام بإمساك رجل الإسبيكر المظلم عندما يتلفت المرحاض إلى فوق، ونرى أنه عملاق. الإسبيكر قد أتى إلى المنطقة وقد نظر نحو المرحاض بضع ثواني ووجه إسلاح كرو مغناطيسية نحو المرحاض وحاول ضربه، لكن نتفاجأ بأن الإسلاح معطل. ونظرا عملاق الإسبيكر نحو الإسلاح وهو أيضا تفاجأ،
وبعدها نظر نحو رجل الكاميرا المختبر، وقام عملاق السبيكر بنزل حاجبه الحديد وكانه غاضب. وقد انزل رجل السبيكر المظلم إلى الأرض وقام بلكم المرحاض وانزع مدفع كرو مغناطيسية وادخلة في فمه، وكأنه يقول له: أنت تشفط رجال الكاميرات، هيا أشفط هذا أيضا. وصرخ عملاق السبيكر على المرحاض من ما مات المرحاض. وبعدها نرى خروج ضوء أحمر، ويبدو أن هذا المرحاض فخ أيضا. بدأ الضوء يرجع ويصعد بسرعة كبيرة مما صدم عملاق السبيكر، ونرى انفجار المرحاض، ووقع عملاق السبيكر على الأرض، أسقط بردة فعل على رأسه. ونرى أن باقي المراحيض بدأت بالانفجار، وتفجر مرحاض نحو رجل السبيكر المظلم، لكن يتم وقوف الانفجار عن طريق إسلاح. وبعدها نرى ظهور امرأات الساعة إلى المنطقة، ونهض عملاق السبيكر مجددا ونظر نحو الإمام. وبعدها نرى فتوح باب من الأرض، ونرى منطقة حمراء، وتفاجأ عملاق السبيكر، ويعني أن هذا هو صاروخ العد التنازلي. وقد وصل الوقت إلى دقيقة واحدة، وكانوا امرأات الساعة ورجل السبيكر المظلم ينظرون نحوها، ونرى قدوم مراحيض متطورة. وبعدها نرى رجل الحفارة الذي يتحول إلى كرة قد تاذى جدا من الانفجار الذي صابه منذ قليل، ونرى خروج صاروخ نووي. ونظرت امرأة الساعة نحو رجل كاميرا محاصر من مراحيض اثنين، وقامت بإخراج مسدس توقيف الزمن، وقامت بإطلاق على المرحاض مما جمدته، وقام بإخراج إشعاع أصفر ووجهت نحو جسمه، ونرى قلبه بدأ بالنبض بسرعة. ونهض رجل الكاميرا وقد أتته سرعة قوية، وركض نحو الزر الأحمر لكي يقفل العد التنازلي، ووصل نحو العد التنازلي، لكن يتفاجأ من درع كان يحيط به. ونظر رجل كاميرا وهو مرعوب، وكان لايدري: ماذا سيحدث؟ وقد خلص العد التنازلي، وقد انطلق صاروخ حمضي من الأرض، وقد نظروا التحالف وهم مرعوبين من الصاروخ. وقام عملاق السبيكر بصد الصاروخ لكي لا يتفجر، ونرى خروج قرن حفارة نحو زر الإيقاف، وفقد عملاق السبيكر سيطرة على الصاروخ، ونرى هجوم مرحاض على رجل الكاميرا ذو قميص الأخضر، وأخرج شخصية نحو زر الأحمر، وقام بإيقاف الصاروخ النووي. ونرى أن الصورة قد رجع، ونرى رجل الحفارة، وقد نظر رجل كاميرا وهو يتذكر رجل الحفارة، هذا الذي ظهر في الحلقة العاشرة، وكان ينبو نحو الأرض، وعاء نفي المشهد أيضا، وحاول المرحاض قتل كاميرا التسجيل، لكن يتم تجميده. ونرى قدوم امرأة الساعة ورجل السبيكر المظلم. وبعدها ينتقل إلينا المشهد إلى صورة عملاق الحفارة امرأة الظلام، وهي تقول إنه وحش رائع، وأنها وجددت لنفسها لعبة مفضلة جديدة، وهي أيضا: توقعت أن تكون المراحيض فاشلة، وهذا الخيار يناسب أيضا خطتها، والأهم هو أنهم الآن لديهم إمكانية الوصول إلى تقنية العميل. وهنا تكون نهاية الحلقة.